يا اخوان ترى الخوز زلمة ما يحقد، وانا هسه طلعت من الحلة هاي بمطعم انوار بابل، مطعم انوار بابل بالسياحي فاكبير، نريد نشرب قهوة لان نعس تعبنا من الصبح لاز. لقيت قناة ناشرة منشور طلع ثلج من الفلوجة والرمادي والموصل واجا للزوار، قناة ناشرته سحبت المنشور ونشرته. احنا كل العراقيين يجمعنا حب الحسين وكنا مسلمين، ليش هالتعليقات السلبية وليش هالحقد وليش سبون بالعالم؟ قسما برب الكعبة هسه انا بالحلة لقيت ابو الموصل يطتلج والفلوجة يطتلج، ما ادري مو عيب مو كافي؟ احنا عراقيين يا ناس، عراقيين واحد خطأ طاح حظه ما عم الناس كلها، واحد قندر على راسه ما عم لي عرب كاملة، ما عم لي محافظة كاملة، عمي شوية واحد كافي ملينا يا ناس، والله جزعنا. انت تسب وتغلط ما تقول ليش مالك، ما تقول ليش بيك، وكذب وكذب عمي، وحق منحر الحسين بعيني ابهاي على تنطفي، ابو الفلوجة يوزع ثلج بالحلة وبالموصل يوزع ثلج بالحلة، يا بعد عيني يا بعد روحي، تنصغ تسحب كذب قفي ابو النبي سم. ليش مو عراقيين؟ يعني غلط واحد اثنين من عندهم، ليش عملوا محافظات؟ العراقيين كلهم اهل غيره واهل كرم، غلطه واثنين ثلاثه خذوا جزاءهم.